نواصل كلامنا عن التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، وهذه الحلقة رقم 53 والأخيرة التي نختتم بها القرن العاشر الميلادي. في الحلقة السابقة اتكلمنا عن موضوع الميرون المقدس، وفي الحلقة دي هنكمل نفس الموضوع. ذكرت أنه في الربع الأخير من القرن العاشر الميلادي ظهر في الكنيسة القبطية طريقة طبخ الميرون التي نعرفها حتى اليوم، نقلا عن الروم والأنطاكيين. والأمر اللي أنا عايز أوضحه أنه لا يمكننا بحال من الأحوال أن نحدد عدد مرات تكريس الميرون خلال 1000 سنة الأولى للميلاد، لأننا عرفنا أن البابا ميما الثاني في القرن العاشر على سبيل المثال كان يعمل سنويا في مدة حبريته التي استمرت حوالي 12 سنة، سنة في الإسكندرية وسنة في دير أنبا مقار، إلى جانب أننا ذكرت أن تكريس زيوت المعمودية كانت تتم في كل مرة تجري فيها المعمودية في كنيسة الإسكندرية اللي كان بيمارسها البطريرك كل سنة، بل وحتى 1000 سنة الثانية للميلاد هناك فترات تاريخية ساقطة من جدول عمل الميرون، هي حوالي 2.5 قرن تقريبا من الزمان، من منتصف القرن 15 حتى نهاية القرن 17 للميلاد، وأيضا حوالي 1 قرن من الزمان من الربع الأول من القرن 19 حتى الربع الأول من القرن 20 للميلاد. فيستحيل حد يقدر يقول أن عمل الميرون مثلا في هذه المرة هو رقم كذا، ده كلام غير موثق. تعود أقدم إشارة وثائقية معروفة لدينا حتى الآن عن وجود نص لقداس تكريس الميرون المقدس بتعود إلى القرن العاشر الميلادي، وجاءتنا في رسالة أنبا مقارة أسقف منوف العليا وسكرتير البابا قزمان الثالث البطريرك 58 من بابوات الكرازة المرقسية. بانتقال يوم تكريس الميرون
من يوم الجمعة السادسة من الصوم المقدس الكبير إلى يوم الخميس الكبير، زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة، حل طقس صلوات مسحة المرضى أي القنديل العام في يوم الجمعة اللي بتسمى حاليا جمعة ختام الصوم كبديل لترجي عن طقس تكريس الميرون الذي كان يجري في ذلك اليوم، ولكن ببطء شديد. ربما حصل كده في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي أو بعده، لأنه بيتضح مما ذكره يوحنا ابن سباع في الباب 109 من كتاب الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة، وأيضا ما يذكره ابن كبر في الباب 21 من كتاب مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة، أن صلاة القنديل كانت تتمم على مريض بعينه بحضور الشعب وليس على الشعب نفسه. صلاة القنديل كانت تتمم على مريض بعينه بحضور الشعب وليس على الشعب بنفسه، ولم يكن لها وقت معين بذاته، ولا زالت نصوص صلوات هذا السر حتى اليوم تأتي بصيغة المفرد وليس بصيغة الجمع لحد النهاردة. وحتى في الكتب المطبوعة بتيجي صيغة صلوات القنديل العام بصيغة المفرد. ومن ثم فإن تعبير القنديل العام هو تعبير مستحدث. هننتقل إلى نقطة أخرى برضو تبع رسالة أنبا مقارة أسقف منوف العليا فيما يختص بالقداس الإلهي. نعرف من هذه الرسالة أن قراءات الفصول كانت تشمل كتب الأنبياء والرسائل والإنجيل المقدس، وهو الطقس القديم جدا الذي تعرفه كافة الكنائس الشرقية. ونعرف أيضا من هذه الرسالة بالغة الأهمية أن قداس الموعوظين في القرون الأولى للميلاد كان يسبق تقديم الحمل الذي يدعوه أنبا مقارة باسم قدس القديسين، وكان قداس الموعوظين ينتهي بعد قراءة فصل الإنجيل المقدس، حيث ينادي الشماس لينصرف الموعوظون فيغلق الإيبودياكون أبواب الكنيسة. وما يؤكد لنا أن تقديم القرابين كان يعقب قداس الموعوظين ولا يسبقه هو أن لترجية مار يعقوب أخ الرب اليونانية تخلو في بدايتها من ذكر تهيئة الخبز والقمر، إنما يرد فيها ذكر رفع الكاهن للخبز والقمر إلى المذبح بعد إطلاق أو تسريح الموعوظين. كما أن لترجية ماري مرقس اليونانية تخلو هي الأخرى من ذكر تهيئة القرابين في بدء اللترجية، وقد استبقت طقس الطواف بالخبز والخمر في موضعهما الطقسي القديم أي بعد تسريح الموعوظين من الكنيسة. ده اللي بتذكره رسالة أنبا مقارة أسقف منوف العليا. تورد هذه الرسالة أول إشارة وثائقية عن أقدم طقس عرفته كنيسة الإسكندرية في تقديم الحمل، وفيما يلي أعقب على ما ورد فيها، وسوف أعقب عن طقس تقديم الحمل في نقاط.
أول نقطة بيدعى الحمل قدس القديسين، حيث يكرر أنبا مقارة هذا التعبير مرتين، وفي المرة الثانية بيشرحه فيقول قدس القديسين هو الحمل النقي من الدنس. ثاني نقطة، تقديم الحمل يكون بعد نداء الشماس بانصراف المغوظي. ثالث نقطة، يلفت نظرنا جدا تعبيرات أوردها أنبا مقارة وهي خروج قدس القديسين إلى المذبح. الحمل النقي من الدنس الذي يقدمونه على المذبح. وهنا بتشرح الحاشية التي أوردها المخطوط في داخل نص الرسالة، دونت هذه الحاشية في مخطوط يعود إلى القرن 13 الميلادي داخل نص مدون من القرن العاشر الميلادي. موضوع خروج وتقديم الحمل وهو أن الحمل كان يخرج من هيكل التقدمة وهو الهيكل البحري في الكنيسة متجها إلى مذبح الصعيدة في الهيكل الرئيسي في الكنيسة، وذلك في موكب بالشموع والمجامر، ويسير الكهنة في موكب الحمل لابسين ثياب الخدمة الكهنوتية. النقطة الرابعة، تشير الحاشية إلى أن طقس موكب الحمل من الهيكل البحري حيث مذبح التقدمة إلى مذبح الصعيدة في الهيكل الرئيسي هو طقس قد انقطع من ديار مصر عند الأقباط. وإن عرفنا أن زمن هذه الحاشية هو القرن 13 الميلادي، إن كان كاتبها هو أنبا يوسف أسقف منوف العليا في ذلك الوقت، أو القرن 14 إن كان كاتبها هو نفسه ناسخ مخطوط باريس رقم عربي 100، نستطيع أن نؤكد أن هذا الطقس لم ينقطع في كل كنائس ديار مصر بين ليلة وضحاها، ولكنه استغرق وقتا امتد لبضع سنوات حتى ساد مؤخرا في كل كنائس مصر. أنا بقول كده ليه؟ لأنه حتى القرن 13 الميلادي بيذكر ابن سباع نفس هذا الترتيب القديم في انتقال الحمل من هيكل التقدمة إلى الهيكل الرئيسي، على أنه هو الطقس المعتاد في زمانه. فبعد أن ينتهي ابن سباع من شرح طقس فرش المذبح يقول مباشرة، ثم بعد ذلك يمضي هو الكاهن يعني يمضي إلى هيكل التقدمة الصغير ويأخذ منه الحمل وينظر فيه خشية أن يكون مشقوقا، لأن الشق عيب والنص أن يكون حملا لا عيب فيه. فإذا وجد كل ما يحتاج إليه من القربان والخمر والبخور والفح وكل آلة القداس، إذا وجدها على ما ينبغي جيدا يأخذ القربان ويمسحه كما مسح السيد له المجد بالماء قبل تسليمه لسمعان الكاهن، ويضعه في الصينية التي هي المزود، ويلف بالخرق كما فعلت العذراء عند الولادة، فالصينية أولا بمثال المزود وأخيرا بمثال القبر. هنا في خطأ وقع فيه، خطأ طقسي وقع فيه ابن سباع، وانتقل أيضا إلى ابن كبر، ومنهما انتقل إلى الكنيسة حتى اليوم.
إيه هو الخطأ؟ مسح الحمل بيدي الكاهن هو طقس أصيل، أما مسح الحمل بالماء فهي ممارسة طقسية خاطئة وقع فيها ابن سباع ومن بعده أيضا ابن كبر، ومن بعدهما نقل النساخ هذا الأمر إلى المخطوطات. وأنا شرحت هذا الكلام في كثير من المحاضرات وكتبت أيضا ووضحت كان إيه السبب بالضبط، يعني إيه اللي خلى هذا الخطأ دخل إلى الشراح من الأقباط. وهو الخطأ كان بسبب أن غسيل الكاهن ليديه كان بيتم في الطقس القديم بعد اختيار الحمل، وأما في الطقس الحالي فأصبح يتم قبل اختيار الحمل، ولكن لأن الأقباط مش بيغيروا طقسهم فبقى الكاهن بيغسل إيديه قبل تقديم الحمل، وبعد كده بعد ما ياخد القرابين ويحطها على المذبح الشماس بيصب له مية على إيده اللي في الوقت ده كان بيغسل إيديه، فلما الكاهن يلاقي في إيده شوية مية وفي إيده التانية قربانة الحمل بيروح حاطط المية فوق القربانة، وعشان هم مش فاهمين إيه التاريخ الليتورجي فقال يبقى إحنا بنعمد المسيح. والكلام ده كل الأقباط بيقولوه دلوقتي برغم ما قلت عشرات المرات. فمما سبق ذكره يتضح لنا أن دورة الحمل حول المذبح في الطقس القبطي الحالي صارت هي البديل لموكب الحمل في أصوله القديمة، والذي كان يتم فيما بين الهيكل البحري والهيكل الرئيسي في الكنيسة. في الطقس البيزنطي وحتى اليوم يتم دخول القرابين إلى الهيكل الرئيسي ضمن طقس يسمى الدخول الكبير، بيسموه عندهم هيميغالي إيسودوس. وبعد أن يغطي الكاهن عناصر الذبيحة بالستر الكبير يبخر التقدمة بالشرية ويختم بصلاة. هذه الممارسة كلها تسمى في اليونانية بروسكوميدي، كما يطلق عليها أيضا اسم بروثيسيز أي تقدمة. إذن فطقس تقديم الحمل في الكنيسة القبطية قديما قد كشفته هذه الرسالة الوثائقية، والتي منها نفهم التاريخ الليتورجي لبعض العناصر الليتورجية التي يتكون منها هذا الطقس اليوم. هذه الرسالة أيضا بتتكلم عن نقطة أخرى، بتقول أن العلمانيين لا يدخلون المذبح، وهذا هو الطقس الأصيل والذي انحرف فيما بعد ذلك في القرون المتأخرة حين منعت قوانين الكنيسة النساء من دخول المذبح، ولكن الأصل كان هو عدم دخول العلمانيين إلى المذبح سواء من الرجال أو من النساء. تذكر الرسالة أيضا أنه كان بالكنيسة الكاتدرائية ما يسمى بيت الخدمة أو موضع الخدمة أو غرفة المجلس، دي معروفة في اليوناني باسم باستوفوريا، بيسموها في الإنجليش The Vestry أو Sacristy. بنقرأ عن الباستوفوريا في الكتاب الثامن من المراسيم الرسولية، أي أنها كانت معروفة في الكنيسة المسيحية في القرن الرابع الميلادي، واستخدمت غرفة المجلس في العصور المبكرة لحفظ القرابين المقدسة
للتناول منها في الأوقات التي لا تقام فيها قداسات بالكنيسة. كعادة الكنيسة البيزنطية حاليا، الغرفة دي تتكون في الكاتدرائيات الكبيرة من مجموعة غرف مستقلة لدرجات الإكليروس الكبرى والصغرى، وأيضا للخدم من العلمانيين. أما أثاثها فبيتكون من خزانة خشبية ودولاب بأدراج ومنضدة وحوض لغسيل اليدين وصليب خشبي كبير. أما استخدامها الشائع فهو لحفظ الأواني المقدسة وكتب وملابس الخدمة، وأيضا لارتداء الملابس الكهنوتية قبل بدء الخدمة، وتكون غالبا في الناحية القبلية من الهيكل الرئيسي. بالمناسبة دي بيوجد نظير لهذه الغرفة حتى اليوم في الجانب القبلي للهيكل الكبير، هو هيكل أنبا بنيامين بكنيسة أنبا مقار بديره ببرية شهيد. تتكلم هذه الرسالة أيضا عن السينفرونوس. سينفرونوس هذه الكلمة من الوجهة الطقسية بتعني العرش المشترك، أي كرسي الأسقف وحوله كراسي الكهنة على الدرج في شرقية الهيكل بحسب الطقس القديم. تشرح هذه الرسالة أيضا أنه بانتهاء قداس الإفخارستية يتناول المعمدون الجدد من جسد الرب ودمه، ثم يسقونهم من كأس فيه لبن ممزوج بعسل، دليلا على ميلادهم الثاني وأنهم كأطفال ولدوا من جديد، فيكون لهم قدس وفرح يوم الجمعة والسبت والأحد. هذا هو الطقس القديم الذي كانوا قد اتفقوا عليه بالإسكندرية. تشرح هذه الرسالة أيضا ما يختص بلقان خميس العهد، وبتقول أن الرب غسل أرجل تلاميذه أولا، ثم بعد ذلك قسم الخبز وبارك وأعطاهم، ثم بعد الكأس المقدسة، وكذلك نعمل نحن مثل ما عمل. وهذا بين في الأناجيل المقدسة، ودي إشارة لتورجية هامة بتوضح لنا أن طقس غسل الأرجل يكون قبل قداس الإفخارستية، كما أنها لم تذكر شيئا عن لقان عيد الغطاس ولا لقان عيد الرسل. وبرضو عشان ما فوتش هذه الجزئية من غير ما أوضح أن لقان عيد الغطاس وعيد الرسل ما تعرفوش في الكنيسة إلا في حدود القرن الاثناشر الثلاثاشر للميلاد، لكن اللقان خميس العهد هو اللي كان معروف منذ قرون مبكرة. وفي الختام عاوز أشير إلى حاجة واحدة فقط، وهي شخصية سمعان الميتافراستي. ده تنيح سنة 960 ميلادي، ده كاتب يوناني عاش في القرن العاشر، عشان كده بنجيب سيرته عشان احنا بنتكلم عن القرن العاشر. وقد سبق الإشارة إليه عند الحديث عن القرن الرابع الميلادي، إذ أنه كتب السيرة الثانية لماري مرقس الرسول اللي جات في كتاب تاريخ البطاركة المنسوب خطأ للأنبا ساويروس ابن المقفع. فجاءت هذه السيرة الثانية خلافا للسيرة الأولى البسيطة لماري مرقس اللي وردت في نفس الكتاب المذكور. وإن كنا لا نعرف شيئا عن حياة سمعان الميتافراستي إلا أنه اكتسب شهرته في
في تدوين لمجموعة سير القديسين والتي يضمها كتاب المينولوجيون في الكنيسة اليونانية، لأنه أعاد كتابة سير جميع القديسين المكتوبة باللغة اليونانية وصاغها من جديد بأسلوبه الخاص الجميل. وقليل من هذه السير قد أعاد نساختها على بساطتها، مثلما كان له تأثير كبير على سنكسار الكنيسة القبطية في القرن الـ13 الميلادي. تعتبر الكنيسة البيزنطية أحد قديسيها، وبتعيد له في شهر نوفمبر من كل سنة. بنهاية هذه الحلقة نكون قد انتهينا من الحديث عن التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية حتى نهاية القرن العاشر الميلادي. وفي الختام بأشكر كل الإخوة الذين تعبوا بإخلاص على إخراج هذه الحلقات إلى النور. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.